السلام عليكم. انا اكيد انا ما عمرك سمعتي بحال هذا الميساج هذا، لانه قليل بزاف اللي كيقول بحال هذا الكلام هذا. خويا الجزائري راه كتسب 40 مليون مغربي، ما يقارب 40 مليون. خويا المغربي راه كتسب ما يقارب 40 مليون جزائري وجزائريات، يعني الشعب. دابا نتوما بجوج غنوقفوك عند الله سبحانه وتعالى وغادي يسولك: يا مغربي علاش سبيتي الجزائر؟ يا جزائري علاش سبيتي المغاربة؟ ومن هاد الشعبين بجوج كاين العلماء، كاين الشرفاء، كاين الشهداء، كاين العفيفات، كاين المحصنات. رمي المحصنات من أكبر الكبائر. كي غادي تدير 40 مليون يدولك من الحسنات ديالك وانت راك عارف هاد اليوم هذا كتكذب كتسب؟ شوفي الا ديتي 10 حسنات في النهار ما قال حد لحد، كي حد انت غادي تدير؟ نتصوروا نط الحرب ما بين المغرب والجزائر، احنا نتصوروا والله يسترنا يا رب. شكون اللي غادي يتلاقى؟ شكون هذوك الناس مساكن اللي ما عندهمش؟ هذاك العسكري مسكين اللي كيشير 1000 دينار ولا ما شحال تيشد، وداك المغربي مسكين اللي كيشد 300 يورو في الشهر تيعاون بها والديه ووليداته. كذلك مشى لو كتسمع محمد قتل دريس ودريس قتل محمد، واش يسحابك؟